الحلقه، اسمعوا مزيان وبارطاجيو هذا الفيديو على ابعد نطاق باش المواطن المغربي يعرف الحقيقه ديالو وسبب الازمه اللي عايشه الان. الوغ الموضوع ديال الحلقه اليوم هو المغرب وفقط في هذه الاشهر الاخيره خذ اكثر من 6 قروض على حساب الشعب المغربي. نعم، النظام المغربي الذي يراسه الملك محمد السادس وحكومته التي يراسها عزيز اخنوش كياخذوا الكريديات على ظهر المواطن المغربي، واللي غادي يبقاو نخلصوا فيه احنا المغاربه، وغادي يخلصوها ولادنا، وغادي يخلصوها الاجيال القادمه، واللي كيستافد منها الملك محمد السادس والعصابه اللي دايره به. بحيث ان النظام المغربي فقط في 6 شهور الاخرى خذ النظام المغربي اكثر من 6 قروض، اي بمعدل كل شهر كياخذ قرض. خذ من عند البنك الاوروبي، البنك الالماني، البنك الافريقي، البنك الدولي، غير مؤخرا خذ من عنده اكثر من 200 مليون دولار، وزاد كملها وجملها كملها مع هادشي كامل، مشى دابا كياخذ من عند البنك العربي، بحيث ان هذا الاسبوع كذلك خذ اكثر من 166 مليون دولار امريكي. وهذه الفلوس اللي كياخذها ولا هاد الاموال الطائله ولا هاد القروض اللي كياخذها النظام المغربي، واللي غادي يخلصها الشعب المغربي ولا المواطن المغربي اضعافا في الاشهر القادمه ولا في السنوات القادمه، هي اللي المواطن المغربي كيدفع الثمن ديالها من دابا. وانتم شفتوا النتيجه ديال المواد الاساسيه شحال، ولا المواطن المغربي باغ اكزومبل تيخلص الطماطم ولا تيخلص المواد الاساسيه من الخضر، ليسانس، المازوت الى اخره. هذه هي نتيجه القروض اللي كياخذها الملك محمد السادس على حساب الشعب المغربي، واللي غادي تبقاو تخلصوا فيها ايها المواطنون المغاربه، وتبقاو تخلصوا في الفوائد ديالها من عند هاد البنوك اللي دوزهم كاملين الملك محمد السادس. غادي تبقاو تخلصوا فيها نتوما واجيال قائمه، يعني الاولاد ديالكم تما غادي يبقاو يخلصوا فيها. ونحن هنا نتساءل اشنو كيدير الملك محمد السادس بهذه الاموال كامله، وفين هي الثروات اصلا اللي عندنا، ولماذا لا يتم تقسيم الثروات. اتحدث هنا عن الفوسفات، كل يعطيو المغاربه ثمن الفوسفات ولا ثمن الذهب ديال طاطا ولا ثمن المواد الفلاحيه اللي كيخرجوها على برا وكيبيعوها بأبخس الاثمنه ولا الثروات الاخرى الطبيعيه اللي عندنا. كتشوفوا مؤخرا بلي كاين واحد الاحجار كريمه غاليه، واللي كيستافد منها فقط النظام المغربي اولا العائله ديال الملك محمد السادس والعصابه ديالو، واللي كيهرب على برا بلا ما نتكلم، ولا الثروات الاخرى كالحشيش الذي يعد المغرب اول مصدر للقنب الهندي عبر العالم. واش المغاربه كيستافدوا من هادشي؟ لا، وزيدينها مكملينها ومجملينها، مازال تياخذوا في القروض، وكيمشيو باغ اكزومبل عند البنك الدولي ولا البنك الافريقي ولا البنك الاوروبي، وتيقولوا لهم المغاربه يعيشون الفقر، اعطيونا فلوس باش ننميو التعليم باغ اكزومبل ولا الصحه ولا السكن. وهادشي كامل ما كيستافدوش منه المغاربه، لان فقط في العشر سنوات الاخيره شوفوا شحال خدا النظام المغربي من قروض، وشحال كيتسالونا دابا ديال الاموال. واش شفتوا شي صحه تزادت عليكم يا ايها المغاربه؟ واش شفتوا باللي كتمشيو الدواء فابور؟ واش شفتوا كتمشيو تلقاو لي زوبيتو زعما لمشيتو مرتو كتلقاو لي زوبيتو قدامكم؟ واش كتلقاو شي صحه تزادت؟ واش شي طريق في الناس اللي كيسكنوا في الجبال قادو لهم الطرقان؟ واش داروا شي حاجه؟ حتى شي حاجه. شي كامل كيمشي للملك محمد السادس، وبلا ما نتكلموا على هادشي، الملك محمد السادس كما تيقولوا بعض الاشخاص هو رمز الوطنيه ورمز الوطن الى اخره. علاش ما يسمحش في احد القصور ديالو ولا احد السفريات ديالو للكابون، لان يتمتع بجزيره في الكابون مع اصدقائه؟ علاش ما يسمحش في هادشي؟ علاش ما يديرش على اخنوش يعطي شويه من الثروه ديالو للاغنياء ولا الطبقه البرجوازيه ولا العائله الملكيه الحاكمه ولا المافيا اللي كاينه تما؟ علاش ما يجيوش يعاونوا الشعب المغربي ويقولوا ما ناخذوش القروض، انا نتبرع بشي قصر من عندي الحيد، وما يخلصوش المغاربه، ما يخلصوش باغ اكزومبل هاد السنه القصور ديالي والخدم والحشم والسفريات والاكل والى اخره، ما يخلصوش هاد السنه، واجي نبنيو شي سبيطار، اجي نعاونوا التعليم، اجي نعاونوا الناس ما عندهمش الى اخره. هنا في تتجلى الوطنيه الحقه، هنا باش تعرفوا باللي الملك محمد السادس ما فيش حس الوطنيه، وما باغيش كاع المغرب، ما باغيش كاع يحكم، همه الوحيد هو الاستمتاع مع اصدقائه خارج المغرب والسفريات والبواد دو نوي. حاشاكم بيني وبينكم الكلاب.